ويلا طقس التلفاز الحرارة تتراوح من 19 إلى 25 في أقصى جنوب بالنسبة لغدوة الجمعة 11 جوان شوية صوت بعض وبشكل الحرارة في استقرار وتتراوح من 28 درجة بالشمال والمرتفعات وبالسواحل الشرقية تكون من 33 و 37 درجة في بقية الولايات. في الأخر نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم. إذا نرجع لكم الساعة الجاية بفلاش الجيب وتما بعد شوية جيكم سارة بنور وين كيف نكون بيرفقكم لسبعة كيغاسيين كاغي. أما قبلها نخليكم على أخبار كيغاسيين كاغي. أما قبلها نخليكم على أخبار يا فين؟ في تونس وستة في أمستردام. على أخبار. يا فين؟ في تونس وستة في أمستردام. بخمس عشر جوان أميرة العزيلة محبوبي بمرك ترشيد وشبنا اللي صار البارح في السجون مشاهد صارت في حبس قبل محبوبي ستة أما قبل عزيزي كما بعد بقية الولايات. في الأخر نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم. إذا نرجع لكم الساعة الجاية بفلاش الجيب وكما بعد شوية جيكم سارة بنور وين كيف نكون بيرفقكم لسبعة كيغاسيين كاغي. أما قبلها نخليكم على أخبار. يا فين؟ في تونس وستة في أمستردام. أخبار بخمس عشر جوان أميرة العزيلة المحبوبي بمرك ترشيد وشبك كيف نكون بيرفقكم لسبعة كيغاسيين كاغي. أما قبلها نخليكم على أخبار. يا فين؟ في تونس وستة في أمستردام. بخمس عشر جوان أميرة العزيلة المحبوبي بمرك ترشيد وشبه اللي صار البارح في السجون مشاهد صارت في حبس أبو غراب ويدعي إحالة أعوان الأمن اللي قاموا بالاعتداء على شركة جلب المحتاجة في السجون على القضاء المتجدد. ما تم في سجن أبو غريب في العراق والذي تم على شاب تونسي جرد من كل ثيابه واعتدي عليه بوحشية مهما كان فعله أو جرمه. هذا السلوك الشاذ هذا لا يمكن الصمت عليه. هذه جريمة تعذيب على معنى الفصل 101 من جل شأن التونسي. تونس مطالب بفتح تحقيق على هذه القاعدة وإيقاف من يجب إيقافه دون هواتف. تشغلوها في القطاع الفلاحي واذا استمر وظيف اليد العامة فانه يلزم الالتجاء اليد عامة اجنبية. هذا ما قاله الايقام عضو اتحاد الاتحاد البحرية بخالق العجلية. اليوم